ثاني مشارك معنا في المسابقة وسيقدم قصيدة تحت عنوان راني ملزوع بالهوى للشاعر محبوب اسطنبولي. بتحية كبيرة نتعرف على المشارك من ولاية المدية بورحليب زياد على الشاشة. صاحب التاج سبحانه اللي انشاك من نور الوهاج
الجعل الهدي تجرس الأخيار زدي محمد زيد كل زيد من حبو غاس فيك بدي ونور تميد في تمادي الموسم العتق العبيد يا طراش نعود يا سيدي نفرق أهلي مع أولادي في طيبة نبرد الصعيد طيبة طيبة تخيل فاجي عن قلبي فاجي يا راحت العقول طيبة زينك خلاج كوكب في سعد براجو نارك في الجوف الأعجار طيبة من الطيب فاح عطاك هي الجواجي ما بقي بحر ما يعالج ترقص المواج والناكر في تخلاجه والأمارة بيه ميجا بين المنبر والقبر ودا تسطع واجي لرواح الطاهرة تنادي صاحب التاج سر اللي يحتاجه تنسج حلة مدبجة راني من سوع بالهوى شعلت نار ماجي ناوي جولة نزور طهام للمعراج ليه خلاقي هاجه بحبور الأمارة ضحت تايبة بلغت سطاها وقلت توبي ما تحملت من كروبي وكيوس الغي شربة وكيوس الغي شربة نحمد ربي بلغت توبي الفرد والوجود عدت نفسي مهدبة عدت نفسي مهدبة صلى الله عليك يا الهدي يا نور سراجي وعلى أليك كفى نور ظلام الدهج كوكب في سعد براجه وشموس الضوحة البهجة يا ختم تنسجي وقلبي واجي واسطنبولي على الرضا بقيامك نساج حبك زيد هياجه ومن المولى طلب الرجا نفخر بها على حبابي وهلي ومتاجي حلامك مولى وباهية نكسبها لجلاج سيوف حسودي عواجه والفارس يظهر يوم الهجا راني من سوع بالهوى شعلت نار ماجي ناوي جولة نزور طهام للمعراج ليه خلق يا أجوب حب وروحي بنتجا انت سيد كل سيد يا لا 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 انت سيد كل سيد We'll be right back.
فيك حق النار تخمد يا لا 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 فيك حق النار تخمد يا لا 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 وتشعشع نور العين يا لا 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 وتشعشع نور العين يا لا لا شكرا شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. تحية مرة أخرى من فضلكم لزياد أبو الحليم من ولاية المدية. يعطيك الصحة. كيفاش خليت المدية في هذا رمضان؟ سلام عليكم. سلام عليكم كامل الناس المدية مسلمين عليكم. واش الحاجة المميزة في رمضان في المدية؟ حاجة ما نلقاهاش في ولاية واحدة أخرى. في المدية كاين الزبدة كاين الراية صفر عندكم اليوم راحوا قالوا بديا. تحية كبيرة من فضلكم لزياد بولحليب وسعد بيدعوت السيد أحسن غدا مدير قصر الثقافة مفدي زكريا يتفضل معنا. وعطونا تحية كبيرة من فضلكم للسيد غدا ومن خلالكم إلى كل إطارة وعمال قصر الثقافة. شكرا لاحتضانكم الطبعة الثالثة عشر. يقدم مجموعة من الكتب القيمة مهداة من طرف محافظة المهرجان لزياد أبو الحليم. وذكر أنه مشارك من ولاية المدية في هذه الطبعة وقدم أكيد الوصلة أمام الحضور ولجنة التحكيم. سرعة للذكرى أستاذ غدا.